بقول لشعب مصر كل سنة طيب، بقول للعرب الأحرار في كل مكان كل سنة هم طيبين. بمناسبة هذا اليوم المجيد العظيم اللي حول يعني اللي غير من شكل مصر وأعاد مصر للمصريين وبقول لهم كل سنة هم طيبين، وأن ثورة 23 يوليو الحمد لله عمل خالد وعمل قائم، هي رافضة أنها تكون في الماضي في الحاضر بما تمثله من قيم وأعمال متجددة، وأعظمها مشروع السد العالي اللي هو بيحمي مصر من أخطار المؤامرات، وبحيرة ناصر اللي بتمثل بنك المياه والأمان المائي لمصر في ظل هذه المؤامرة اللي بتحاك ضد مصر بما يسمى سد النهضة. بقول للمصريين وبقول لمصر كلها كل سنة وهي طيبة، والنهاردة بقول لقائد ومفجر ثورة 23 يوليو الرئيس جمال عبد الناصر كل سنة وانت طيب، وبقول له مصر بخير والشعب المصري والشعب العربي بخير، وثورتك مشروعها وحلمها هيكتمل بإذن الله رغم كل يعني رغم حقد الأعداء ورغم المؤامرات اللي بتكررها. حضرتك شايف الناس اللي يعني زي ما في ناس بتحب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في ناس تانية برضو بتهاجمه، حضرتك ترد عليهم بإيه؟ والله ده حتى ده بالأديان يعني زكاة الأديان، وفي ناس يعني بنشوف مفيش حاشي الناس بتتفق عليه، بس المهم دول حجمهم قد إيه وعددهم قد إيه ودول عددهم قد إيه، فمفيش مقارنة بين أعداد ده وأعداد دول. اللي بيهاجموه يعني بقول ربنا معاكم، يعني انتوا بتضربوا راسكم في الحيط وفي الاخر انتوا هتتنسوا وهتنتهوا. جمال عبد الناصر وثورة 23 يوليو هتفضل موجودة وشامخة بكل فخر واعزاز في وجدان كل مصري شريف وكل عربي شريف. اما انتوا بقى اللي تكرهوا جمال عبد تكرهوا ثورة يوليو فدي مشكلتكم، ودي انتوا عاملين زي اللي عنده عاهة ومش عارف يتخلص منها. فيعني بقى انصحكم تروحوا لمراكز التأهيل التأهيل دي اللي بتأهل الناس ضد اللي بقى عندها عاهات مستعصية. فده بس اللي بقوله. شكرا لحضرتك. شكرا.